الطفايه دي، الطفايه دي، الطفايه دي. مالها يا ابو عم الطفايه بتاعتك دي؟ انت ما سيبنيش في القدر ولا هني. اما جيلنا من الصين ب25 عملناها صناعه محليه ب5 جنيه، والتحفه دي اما جيلنا من الصين برضه ب25 عملناها صناعه محليه ب5 جنيه. يعني معانا الوسيله الاساسيه ومعانا الوسيله الترفيهيه. الوسيله الاساسيه هي طفايه سجاير، يعني بتشرب سجاير وما بتشرب سجاير لازم ليك طفايه في البيت. ما بقولش كده عشان ابيع المنتج بتاعي، اي حاجه مكتوب فيها بكل فخر وسرعه في مصر شجعي، لان البلد محتاجه كده. محتاجين ان احنا نشجع الصناعات المحليه، محتاجين ان احنا نشجع الصناعات اليدويه. نتعرف بيك عم ايوب القاضي صاحب ترند الطفايه دي، عايزين نتعرف اكثر عليك، عرفنا اكثر. أنا اسمي أيوب عبد الله مقصود، من محافظة جنا مركز نجا حمادي شرق النيل قرية البحسية الشهير بالطفاية دي. أنا راجل بسيط وأبسط خلق الله، دي عيشتي والحمد لله. فجأة في يوم وليلة قالوا ده أنت طلعت ترند بالطفاية دي، حاجات أنا في نظريتي إن أنا بنفس الصين، لأن الحاجات يعني مصر بتستورد بمليارات طفايات. طب احنا في امكاننا ان احنا نعملها بايدينا وابسط الامكانيات، وابسط الامكانيات ونعملها في ايدينا، بس احنا نشجع بعضينا، الشباب يشجع الشباب. ايه رد فعلك لما الفيديو بتاعك انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله انا يعني مبسوط ان انا دخلت الفرحه والابتسامه في قلوب المصريين، ده احلى شعور بالنسبه لي. انت صاحب قصه كفاح، يعني استطعت من خلال هذا المشروع يعني ان تسد احتياجات اسرتك، كلمنا في هذا الاطار. الحمد لله، انا 8 سابهم لي المرحوم ابويا تحت مني الحمد لله، بس برضو يعني اخواتي وقفوا معايا، محمد وعبد الله تحت مني وحسن. الحاجه والدتي برضو ما سابتنيش، بس لما لقيتها يعني ساعدتها في مشوار تجهيز البنات، ما سبناش بعض، عفرنا في الحياه لغايه ما الحمد لله جهزناهم وسطرناهم، والحمد لله اتجوزت انا ومعايا 3 اولاد، واخويا اتجوز ومعايا بنت، والحمد لله قادرين على الظروف المعيشيه الحمد لله. ايه رسالتك للشباب العاطل واللي مستني الوظيفه الحكوميه وقاعد في البيت؟ بقول لهم اذا اردت النجاح فعليك بالعمل والأمل والكفاح، وإذا أردت الفشل فأنت استسلمت للكسل، فضع الماضي خلفك وانظر أمامك، ودع الحاضر يتحدث.